آخر فقرة وهنتكلم فيها عن فكرة هنا يعني لما تيجي تتدرب تدريبات فترة طويلة جدا ويبقى عندك إصرار كمان على تحقيق حلم معين وفي هدف معين أعتقد بيحصل. نتكلم عن تسجيل بقى رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، يعني حاجة مش بسيطة وحاجة كبيرة جدا وأكيد الموضوع كبير كواليسه يعني. فالنهاردة معانا يعني نماذج مبهرة فعلا من المصريين اللي بيحققوا أرقام قياسية في مختلف المجالات، خصوصا بنتكلم تمارين حركات رياضية معينة، هنفهم كل ده منهم. بس خلينا نرحب بفارس شعبان هو محطم أرقام قياسية بموسوعة جينيس، ووائل عبد الناصر برضو محطم أرقام قياسية بموسوعة جينيس. صباح الخير. حاجة جميلة والله بجد، بس أنا حابة الناس بقى تعرف أكتر يعني في إيه تحديدا، والتحدي كان كم يعني، أنت السكور بتاعك عدى مين قبلك يعني؟ خلينا نعرف. هبدأ بيك يا فارس. في البداية هو التمرين الجامبين جاكس معروف عبارة عن أن أنت بتقفز في الهواء مع فتح القدم بفتحة معينة تبع الشروط الجايد لينس مع التماس اليدين. فالتمرين ده هو كان مسجل بدايتي مع جينيس، هو كان مسجل بعدد 116 في دقيقة، وأنا كنت عملت اختبار عليه لقيت نفسي إن أنا هقدر أحطم الرقم ده. كنت في البداية بعمل غلط، بس عرفت الأول إن أنا عشان أتواصل مع جينيس لازم أعمل أكاونت على الموسوعة، وتواصلت معاهم. قالوا لي 3 شهور وهيردوا عليا. فأنا فضلت أتمرن في ال3 شهور دول لحد ما قدرت أوصل. أول محاولة رسمية جبت فيها 119 عد، يعني كسرت الرقم العالمي. وبعد ما هم ردوا عليا سوء الحظ يعني انا المفروض ان انا ابعت الفيديوهات وكده، فالرقم اتكسر للاعب الهند وجاب 123 في دقيقه. فانا كان قدامي كده يعني يا اما انسحب يا اما اكمل. بس انا قلت لا، يعني انا خدت الطريق من اوله فلا اكمل، وفعلا كملت. وقبل ما اصور بيوم كنت جايب 126 في دقيقه، لكن الحمد لله في وقت التصوير جبت 132 عده، تفوقت عليه ب9 عدات، وده فارق كبير جدا فيا. كنتش انت مصدق وقتها انك هتقدر؟ يعني حضرتك في اخر الفيديو بتاعي هي اللقطه دي ما اتصورتش، بس في اندهاش. حتى انا بدات ابطأ مش عشان انا تعبت، لا انا بدات هو انا معقوله واصل؟ انا بدات ابطأ. افتكرت هو ما دس على التايب. معلش بص بقى عشان الفيديو اهو، خلينا نفهم اكتر منك يا فارس. فاذا بتعمل الحركه دي عملتها 100 وكام؟ 132 عده. 132 جامبين جاكس. طب انا عايز اعرف يعني، هي طبعا ممكن تقطع النفس لحد مش متمرن كويس. انت قبل ما توصل لل 132 مره انت كنت بتوصل لغايه كام وتتعب اول ما ابتديت؟ اول ما ابتديت كنت بوصل ل 102 103 خلاص مش قادر. وبفضل بقى اضغط على نفسي الجزء الباقي ده عشان اوصل ايه، اتعادل بس معاه، اجيب الرقم بتاعه. طب قولي الاصعب حاجه في التدريب ده او التمرين ده ايه؟ النفس انه بيروح ولا ايه؟ لا حضرتك التمرين ده بيعتمد على ان اولا لازم يكون في ليونه في مفصل الكتف، لازم يكون في عضله الضمه تكون مرنه، لازم يكون عضلات الفخذ تكون قويه بحيث انها تقدر تستحمل انها تشيل تستحمل معاك العضله لاطول وقت ممكن. والحمد لله مع التدريب، ولازم نفس طبعا. الحمد لله مع التدريب قدرت احطم الرقم ده. الرقم الثاني هو حاليا في المراجعه. انا لاعب بريطاني مسجل ب 72 اسمه هارلي، وانا حققت 77، ده رقم كويس جدا. طيب انا هرجع لك تاني يا فارس عشان نفهم. عارف انت لما تشوفها من بعيد تحس انها سهله. ايوه انا فعلا لما جربت لقيت الوضع مختلف بس جداً. الموضوع اكيد ده. طيب وائل برضو خلينا نعرف منك، يعني انت محطم ارقام برضو قياسيه بموسوعه جينيس، بس في ايه برضو خلينا نعرف. تمام. هو انا عامه بدات رياضه من سن 13 سنه. بدات اول لعبه لعبتها هي الكونغ فو، واللعبه دي جت عن طريق ان انا اتاثرت بشخصيه بروس لي، لان شخصيه بروس لي ده هو اكتر واحد خلاني اصلا يعني اثر فيا ان انا ادخل الرياضه بشكل عام. فبدات بقى اشمعنى بروس لي؟ يعني كان في نماذج مختلفه، عارف كان في ابطال الاكشن جاكي شان فان دام الابطال بس بروس لي ده الوحيد اللي اتاثرت بيه من ناحيه فلسفته، حكمته، يعني القوه والبدنيه اللي عنده يعني في تاديه التمارين والمهاره العاليه اللي عنده. فانا بدات ابدا اشوف الافلام بتاعته واقلد ورا الحركات بتاعته. طبعا انا كنت بقع وبتصاب وبتعور يعني، ومامتك بتتجنن معاك وصح كده وتتعب. بس طبعا تدريبه كله طبعا بيبقى في الملاعب في المنشآت الرياضيه اللي هي العامه. برافو. فطبعا فكره بقى اللي هي تمرين الضغط على صباعين ده اول رقم قياسي انا كسرته منه. فطبعا انا شفت بروس لي من ضمن الحاجات اللي انا كنت بتابعها له ان هو كان بينفذ تمرين ضغط على صباعين بايد واحده. فطبعا التمرين ده بالنسبه لي انا اول ما شفته جات لي حاله ذهول وصدمه كده. هو مين يكون عنده القدره البدنيه ان هو ينفذ تمرين بالشكل ده؟ فطبعا وبعدات كمان يعني فصعب. هي صعبه جدا، فلدرجه ان انا سالت مدربين عندنا هو في حد ممكن يكون عنده القدره البدنيه ان هو ينفذ تمرين بالشكل ده؟ قال لي بيبقى مع التمرين المستمر، يعني مع الاستمرار ما فيش حاجه صعبه منه. فطبعا اول بقى ما دخلت على اساسيات الموسوعه، طبعا في البدايه ما كانش عندي خلفيه وخبره عن الموضوع، لكن ليا صديق من الواد الجديد طبعا كابتن محمود ايوب، طبعا معروف اكتر واحد محقق اكبر عدد من الارقام القياسيه في الشرق الاوسط، يعني نموذج مشرف يعني لينا كلنا. فهو الوحيد اللي ساعدني واداني كل صغيره وكبيره في الموضوع من اول ما بدات لحد ما انتهيت. فطبعا من ناحيه بقى التمارين وكده، انا اول رقم بدات فيه كان تمارين الشقلبه الخلفيه عن طريق الحائط. احنا معانا الفيديوهات دي يا جماعه، لو معانا ممكن نشوف برضو. فطبعا التمرين ده لقيت ان النفس فيه تقيل جدا وصعب عليا وكده، فسبته بعدها. فجيت اخش في تمرين البوش اب، لقيت تمرين اللي هو التايتل اسمه على الموسوعه ذا موست 2 فينجر بوش ابس ويز 2 ارم ويز 1 ارم ان 1 مينيت. اول ما شفت التايتل ده عرفت ان هو الرقم بتاع بروس لي. طبعا اول ما شفت الرقم ده حبيت ان انا يعني اجرب التجربه واخش وبدات اتمرن فعلا. كان في طبعا لاعب روسي مسجل بالرقم ده ب 55 في دقيقه. طبعا انا بدات تدريب في الرقم، وانا وقتها اصلا ما كنتش بعرف اجيب 10 ضغط ورا بعض بايديا الاثنين. فطبعا الموضوع بس شوف بقى النقله، برافو عليك بجد. فطبعا الموضوع فعلا كان صعب بالنسبه لي في البدايه جدا. بدات ان انا انزل الجيم، اعمل تمارين لياقه بدنيه بشكل عام، اشيل اوزان على ظهر وابدا اجيب تكرارات في الضغط وكده، لحد ما الحمد لله. دي رحله نجاح فعلا يعني، دي انت بتتكلم وبتقولها بشفافيه، انا ما كنت ما اعرفش اعمل 10 ضغط، بص لغايه هنا. بص انا هرجع لك تاني لان احنا عايزين نسمع منك بجد، بس نروح فاصل اذان سريع ونرجع نكمل. فاصل ونرجع نكمل. طيب كنا بنتكلم مع فارس مع وائل، وفكره هنا تحطيمهم للارقام القياسيه ودخول موسوعه جينيس، وموضوع مش سهل. اكيد حاجه جميله جدا، بس انت عشان توصل لها بتتدرب، وبيبقى في كواليس، وبيبقى في تعب، وبيبقى في احباط، وبيبقى في نجاحات. فوائل انت كنت بتحكي لنا، كمل بقى يعني، انت ابتديت كنت بتقول ما بعرفش اعمل 10 ضغط، ليه ان انت وصلت بقى ودخلت اصلا يعني موسوعه جينيس؟ انا بعدها بقى فكرت ان انا انزل جيم، اقاوم اللياقه البدنيه بشكل عام، ان انا اشيل اوزان على ظهر واجيب تكرار في الضغط مره تكرار مره في الثانيه. بدات بقى اجيب مثلا 20 ضغط 30، لحد ما الحمد لله وصلت ل 100 عد الضغط على ايديا الاثنين. برافو. فبعد كده بدات اللي هو العب على اطراف الاصابع، ال10 صوابع. بعد كده بدات بشكل تدريجي 9 8 7 6، بعد كده بدات بايد واحده، وبعد كده على اطراف الاصابع 5 4 3 لحد ما وصلت ل2. وبعدها بدا معايا التدريج بقى، اللي هو اول ما جبت الصباعين بالظبط كنت بجيب حوالي 5 عدات، وكنت بسند بالمفصل بتاع الصبع اللي هو الوسط ده، والثاني والصباعين الاثنين بيبقوا في الارض عادي، بس كنت بجيب حوالي 5 عدات والجسم ما كانش على استقامته نهائي. ففضلت تدريب حوالي بالظبط 8 شهور لحد ما الحمد لله بقيت مؤهل للحركه. تدريب من نفسك ولا حد كان بيدربك؟ يعني انتوا كنتوا بتدربوا نفسكوا اصلا؟ لا، هو لا انا في الرقم بتاعي انا اصلا ما كانش يعني، انا اولا كنت خارج من اصابه. يعني انا اصلا بدات رياضه في اواخر 2018، وتقريبا اتمرنت 6 شهور واتصبت، جالي اصابه جامده يعني، فخلاص اللي هو انا احبطت. فانا كان نفسي اعمل كذا وكذا وما عرفتش. ففكره الرقم القياسي دي جت، انا ما صدقتش يعني. انا شفت كده هل انا ممكن ابقى في جينيس؟ بس هو فعلا انا اهلي ما كانوش مقتنعين ان انا ممكن اعمل انجاز زي ده. بس انا شايف نفسي ان انا هعمل انجاز زي ده. الكلام ده من صغري، انا شايف نفسي ان انا هوصل لحاجه. انت كنت بتدرب نفسك يعني؟ بس في ايه مش عارف يعني. انا شايف ان انا هبقى حاجه بس مش عارف ايه. مع الوقت فعلا، انا زمان ايام ما كنت بتمرن على ما كان 116 في دقيقه، كنت اقول ان انا استحاله اوصل 130 مش 132. بس انا حاليا مسجل 132، فعلا مفيش حاجه اسمها مستحيل. برافو عليك. لا، وانت كمان اللي بتدرب نفسك يعني، برضو من قصتك يا وائل انا فهمت ان انت مدرب نفسك، انتوا مش جايبين حد بيدربكم يعني، انت المسؤول عن التغذيه واللياقه والنفس وكل ده. بس لما بيكون مثلا في نقط حاكمه قوي سواء فيها اصابات او كده، اللي هي كابتن ومدربي اسمه احمد السعيد، ده اللي بيقف بس معاه في التفاصيل الصغيره او اللي هي الصعبه بس مش اكتر. انت هنا عملت كام عده معلش؟ دي سجلت حوالي 62 في دقيقة، بس للأسف اتسجلوا 58. وأعلى حاجة كانت كام؟ أقل حاجة كان قبل لاعب روسي اسمه مانفل مامويان، كان مسجل 55 في دقيقة. أنت أعلى حاجة 58. ما جبت 62 بس للأسف اتسجل 58. صعبة قوي دي بقى، شكلها صعبة يا فارس يعني. عندك شكلها سهلة مع إنها مش سهلة، بس دي شكلها باين إن هو. أيوه دي شكلها صعبة فعلا. صعبة جدا. وانتوا بتحمل كله على صباعي. لا مش سهله، بس اللي احنا نقدر نقوله ان مفيش حاجه فعلا مستحيله، مفيش حاجه اسمها وطول ما انت عندك حلم اشتغل عليه. ما هو انت كنت هتوصل لده ازاي؟ سواء فارس او وائل كانوا هيوصلوا لده ازاي الا لما اتمرنوا، الا لما بيبقى فيه صبر. اتكلم في 8 شهور علشان توصل لده، حاجه محترمه جدا. ونفس الرقم ده انا برضو كسرته، بس الفرق ان هو على الابهام بس، يعني من الصابعين شلت السبابه وبقى على الابهام لوحده بس. ان شاء الله الرقم ده في المراجعه، وان شاء الله مستني الرد بعد 15 يوم باذن الله. أنا مبسوطة بيك والله بجد، أنتوا نورتونا وقصص ملهمة يعني للشباب اللي بيتابع دلوقتي من الأهلاوية حتى أو غير، يعني بيتابعنا في 10 الصبح في الأهلي وقناة الأهلي. حاجة حلوة إن أنت تسمع حاجة زي كده. الناس بتبقى قاعدة محبطة، لا أنا مش هقدر. تعال برضه أنا كنت في فترة برضه بس يعني أنت حتى هو بنتعلم يعني من قصتك أنت، حتى المحيطين حواليك مش ما كانوش مؤمنين بيك، بس يعني كانوا شايفين إنها صعبة، بس أنت قدرت ودي حاجه كويسه. وانا هختم بقى واقول ايه، انا هقول يعني اشتغل لغايه لما تتكسر وتدخل موسوعه جينيس. تالي حاجه اهو وارده انها تحصل. انا بشكر حضراتكم على متابعتنا، ونشوفكم بكره على جديده و10 الصبح في الاهلي.